معي من أبو ظبي دكتور المهندس عماد سعد، استشاري استدامة ومسؤولية مجتمعية. مساء الخير، أهلا بك معنا سيد عماد. بهذه المرحلة الحرجة التي يمر بها العالم أجمع على صعيد التلوث وخطورة ما وصلنا إليه، شدة التحذيرات، تقاعس الحكومات، ما أهمية هذا المشروع؟ شكرا لك سيدتي. هذا المشروع لقد أثلج صدور كل المنظمات المعنية في البيئة على مستوى العالم، وكل الهيئات والمؤسسات الحكومية في دولة الإمارات المعنية في التنمية المستدامة، وكل الخبراء. هذا المشروع يعتبر قفزة نوعية لم يصل إليها أي مؤسسة حكومية على مستوى المنطقة، لأن التحديات البيئية كبيرة جراء إنتاج النفايات. للعلم، معدل إنتاج الفرد للنفايات بدولة الإمارات يعتبر من أعلى المعدلات على مستوى العالم، في حين أنه نحن لحد عام 2015 استطعنا أن نعيد تدوير حوالي 20% من النفايات، أو 20.7 تحديدا من النفايات التي تنتج في دولة الإمارات، في حين أنه أتى هذا المشروع لكي يغلق الباب على كل أشكال التدوير ويجعل النسبة 100%. فبالتالي نحن أمام مشروع ذكي ومشروع مسؤول بامتياز ومشروع مستدام يحقق رؤية الحكومة ورؤية سيدي سمو الشيخ محمد بن راشد لأن تكون دبي أكثر مدن العالم استدامة مع حلول العام 2021. فهذا المشروع يعني هام واستراتيجي جدا، ونعول عليه الكثير، وهو قاطرة وقدوة لبقية مدن المنطقة. لماذا من نقطة بأنه قدوة، كيف يجب الاستفادة من هذه الخبرات ومبادرات دبي؟ ولماذا دبي تقوم بهذا؟ منذ فترة نتحدث عن هذا الموضوع ولا نتحدث عن دول أخرى، هل هو فقط قرار إرادة؟ هذا المشروع يعبر عن رؤية الإمارات 2021، الرؤية الوطنية لدولة الإمارات. لدينا مؤشر أساسي في هذه الرؤية في ضمن محور بيئة مستدامة وبنية تحتية متكاملة. لدينا مؤشر واضح، وهو أن تكون نسبة النفايات المعالجة بما يعادل 75%، في حين أنه هذا المشروع لبى 75، بل وصل إلى 100% من إعادة تدوير النفايات. إذن هذا المشروع يلبي رؤية الإمارات الوطنية، ويلبي أيضا رؤية، أو مش رؤية، خطة دبي 2021 أيضا، ويلبي تطلعات القيادة الحكيمة في دولة الإمارات التي تملك رؤية واضحة للمستقبل بأن تكون مدن الدولة كافة وليس دبي فقط، إنما أن تكون هي مدن مستدامة وآمنة. يعني هي رؤية أكثر من إنها قدرة، يعني بلدان أخرى مفروض هي قادرة على أيضا التجاوب بهذا الموضوع، صحيح؟ هي فقط الرؤية. صدقتي، ترجمة لرؤية، ورؤية واعية ومسؤولة ومستدامة لدى القيادة الحكيمة في دولة الإمارات، ولدينا مؤسسات مسؤولة أيضا لديها القدرة على تلبيس هذه الرؤية وأن تمشي قدما لتحقيق هذه الأهداف النبيلة على مستوى المنطقة والعالم. اليوم نحن يعني أصبحت دولة الإمارات نموذج يحتذى بها في تطبيق الأهداف التنمية المستدامة 2030 التي أطلقتها الأمم المتحدة، فلديها كل القدرة وتملك كل الإرادة المستمدة من رؤية القيادة الحكيمة حفظهم الله. أنا أشكرك جزيلا من أبو ظبي، كنت معنا سيد عماد سعد، استشاري استدامة ومسؤولية مجتمعية.